تحت عنوان أمي عدن أقامت جمعية الحاسوب العلمية في كلية التربية جامعة عدن حفل فعالية تضمن العديد من الفقرات. الفعالية هي جزء من النشاط، عند النشاط أكاديمي وعند النشاط الصفي الذي تنمو وتنور وتنشر مواهب وإبداع الطلاب في كافة المجالات، هي عملية متكاملة في العملية التعليمية. تظهر عدن في الماضي من خلال معرض للصور بيّنت الثقافات المختلفة التي اعتادت المدينة على احتضانها. حسنا أننا رجعنا للحياة من جديد من خلال المعرض، اكتشفنا حاجات جديدة بعدها ما كناش نعرفها. تعريف الطلاب بعدن وبحضارتها في القديم وفي الحاضر. رافقت الفعالية حملة تشجير دشنت في ساحة الكلية ليغرس بهذه الشتلات مسؤولية الجميع تجاه بيئة صحية تسمو برفع الوعي المجتمعي لأهمية التشجير. أولاً لحنا من هدف لحنا بالحملة التشجير إن نغير منظر الكلية، خاصة إنها بعد الحرب يعني كان منظرها مش تمام، اتغيرت الآن حتى نجيب لحنا غرسات وشتلات كده. وبعرض مسرحي صامت اختتمت الفعالية، أراد من خلاله الطلاب إحياء الأنشطة الفنية في الجامعة بعد توقفها لسنوات. يتحدث طلاب الجامعة جميع الصعوبات ليثبتوا من خلال هذه الفعالية أن عدن ما زالت تحمل الكثير. مروى العزاني، قناة بلقيس، عدن.